فيش لما تقال ليه وفاءك عايز ترجع للفن ما تخليها او تشتغل شغل تاني او وظيفه تانيه او عندي شغلانه تانيه عندي شغلانه تانيه ما فيش لا 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 عندي طب ايه بيبقى واقع الكلام ده عليكي لما بتسمعي ما عنديش واقع ما فيش ما عنديش شغلانه تانيه انت سيب انك تبقي مذيعه واشتغلي شغل عندك شغلانه تانيه لو عندي شغلانه تانيه هشتغلها الشغل اللي انت بتحبيه هو اللي هتشتغلي فيه ده عملي وتفوقت فيه يعني فما اقدرش استغنى عنه يعني زي ما بيقولوا كده السمك لو طلع من الميه يتخنق او يموت يعني طب هو لسه في تواصل ما بينك وما بين النقابه دكتور اشرف زكي ان انت ترجعي تشتغلي تاني لا تواصل ايه ده انا عضو نقابه من 30 40 سنه ده انا والدكتور اشرف كنا مع بعض من اسبوع كده طبعا طب ما كلمتهوش على شغل مثلا ما طلبتيش ما اتكلمنا بس عارفه انا لا بصي انا عارفه المشكله ان انا يعني زي ما بيقولوا احنا في الهاي سيزون وخلص فانا بدات في لسه بقى كل سنه وانت طيبه والناس بخير بعد رمضان هنبدا السيزون الجديد والشغل الجديد ان انا يعني كان الناس ترشيحات بدات وابتدت ناس تصور بالفعل فما كانش ينفع الحقيقه.